هي النيجر تصبح ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلابا منذ العام 2020. انقلابات محرك أحجار لعبتها لم يعد هو ذاته اللاعب الأوحد الذي حرك العشرات منها في القارة الإفريقية منذ ستينيات القرن الماضي، فهو مستعمرها القديم الذي لم يغادرها رغم مرور عقود من الاستقلال السياسي، بل بقي معمرا فيها حد الفساد. وها هو حاضرا يطرد دفعة واحدة ومن كل الأبواب. فمن يرتب اليوم أحجار الدومينو في غرب الساحل الإفريقي ليجعلها تتساقط بالاتجاه الذي يريد؟ وما مبررات قادة الانقلاب في النيجر لخطواتهم المقوضة للمسار الدستوري؟ وبأي ورقة طريق يحركون مسار الوضع في البلاد؟ ثم ما هي السيناريوهات المرتقبة لمستقبل هذا البلد الجار في ظل تهديدات إكواس وتنديدات المواقف الدولية والأممية بالانقلاب على شرعية الرئيس المحتجز محمد بازوم؟ الانقلاب في النيجر، السياقات، الردود والسيناريوهات، موضوع يرصد تفاصيله هذا العدد من برنامج بتوقيت الجزائر. السادس والعشرون من شهر جويليا، استيقظت النيجر على انقلاب عسكري ليس بالجديد في تاريخ البلاد التي عرفت 4 انقلابات من قبل، لكن الجديد هنا هو الانقلاب على الرئيس محمد بازوم، أول رئيس منتخب دستوريا وشرعيا. النيجر البلد الغني بثرواته الهائلة من اليورانيوم والفحم والحديد والنفط، هو أيضا أكثر البلدان الإفريقية فقرا. شعب فقير يكابد عناء العيش على أرض غنية تقع في مهب الصراعات الدولية، فقر ومجاعة وهجرات متتالية هروبا من النزاعات وانعدام الاستقرار في البلاد. بلاد لم تعد تحتمل تطورات جيوسياسية جديدة أو مسايرة الانقلابات العسكرية المتكررة. المجلس العسكري قادة الانقلاب الجديد استبق قمة الإكواس الاستثنائية بتشكيل حكومة جديدة من 21 مسؤولا منتهجة سياسة الأمر الواقع، فيما تتواصل الإدانات الدولية والأممية للرجوع إلى الشرعية الدستورية ووضع البلاد في الطريق السليم. هل ستغير الأحداث الجارية في النيجر الخارطة السياسية في القارة الإفريقية؟ تبقى تساؤلات سيجيب عنها ما ستؤول إليه الأحداث في الأيام القادمة. هي تساؤلات أخرى سنحاول الإجابة عنها أيضا مع ضيوف هذا العدد، ويرافقني كالعادة البروفيسور مصطفى السايج أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بك. أهلا أستاذ بدر الدين. شكرا جزيلا. كذلك يحضر معنا الأستاذ يوسف مشرية، وهو رئيس مؤسسة جسور السلام الدولي وكذا الرئيس السابق لرابطة علماء الساحل. أهلا بك. شكرا سي بدر الدين ولضيفك الكريم. شكرا جزيلا. كذلك الأستاذ سيف الدين قداش، وهو المختص في الاقتصاد السياسي والجيوبوليتيك. أهلا بك. شكرا جزيلا وتحية الضيوف والمشاهدين. وأيضا معنا عبر خدمة سكايب من بريطانيا يحضر معنا الأستاذ سلطان البان، وهو الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. مساء الخير أيضا. بضيوفك الكرام. شكرا جزيلا. أبدأ معك بروفيسور مصطفى سايج، ربما نحاول في البداية قراءة إن صح التعبير شاملة لما يحدث في دول الساحل بشكل عام. يعني منذ تاريخ 26 جويليا المنقضي هو تاريخ آخر أو أحدث انقلاب في منطقة الساحل، لكن التقارير الأممية تقول بأنه 98 انقلابا نجح منذ سنة 1952، بمعنى هناك العشرات من الانقلابات منذ ربما ستينيات القرن الماضي. هل هي ألغام المستعمرات القديمة لإفريقيا أم أن الأمر يتعلق بربما متغيرات جيوسياسية في المنطقة؟ طبعا سؤال تقليدي وأعيد طرحه من جديد في هذه اللحظة على أساس المختصين في القارة الإفريقية خصوصا في الدراسات السياسية دائما كما كانت تدمغ على أساس أنها قارة الانقلابات، وأنت أعطيت بعض الإحصائيات التي هنا في الحقيقة طبعا نتحدث عن انقلابات ناجحة. صحيح. أما الانقلابات الناجحة فهي أضعاف مضاعفة العدد. عن 200 انقلاب طبعا ربما حتى في منطقة الساحل تبدو أن بوركينا فاسو صاحبة 9 انقلابات عسكرية إذا حسبناها بهذا المنطق. هنا هذا الموضوع دائما ما نربطه في الدراسات الإفريقية بإشكالية بناء الدولة الوطنية في إفريقيا. عندما نقول إشكالية بناء الدولة من الناحية التاريخية فأنت تشير إلى المؤشر الأول أن الاستعمار كان بأشكال متعددة، وعندما نقول استعمار تقليدي فإنه جاء لكي يستعمر الأرض، يستغل الثروات
ويبيح أعراض ويمسح هويات وثقافات الشعوب كما حدث مع الاستعمار الفرنسي أو الاستعمار البريطاني. وأنت تعرف أن القارة الإفريقية تاريخيا في القرن تقريبا لا أقول القديم وإنما الحديث، مؤتمر برلين 1884-1885 اعتبرت القارة الإفريقية كمنطقة نفوذ، وبالتالي بقيت القارة حبيسة هذه الخلفية التاريخية على أساس أنها قارة مستعمرة يستغل ثرواتها ومواردها. وللأسف المنطقة، وهنا عندما أقول منطقة الساحل كنموذج لهذا الانقلابات، فأنت تلاحظ تقريبا في إشكالية بناء الدولة في هذه المنطقة تعيش للأسف تبعيات إلى غاية اليوم. عندما تنظر إلى اتفاقيات على المستوى الأمني والدفاعي فإنها اتفاقيات مجحفة، بمعنى أنت تصنع نخب عسكرية ما يسميه بعض النخب السياسيين على أساس كومبرادورية النخب، بمعنى أن تكون تابعة للدولة الأم. وبالتالي اتفاقيات الدفاع والأمن التي وقعتها فرنسا تقريبا مع مجموعة دول ساحل هي تعطيك قراءة ما يسميه بالتبعية الأمنية. الجانب الثاني وهو أكثر مرارة، أنت تعرف إلى غاية اليوم مجموعة دول ساحل تقريبا وغرب إفريقيا تقريبا 50% من عملتها تطبع في فرنسا في الخزانة الفرنسية، وبالتالي يجبر عليها أن تضع 50% كاحتياطي صرف، وعندما تريد أن تأخذ أموالك تقرض لك بفوائد. هذا جانب مهم في الجانب المالي بعد الجانب الدفاعي والأمني. الجانب الثالث للأسف دساتير كل هذه الدول اللغة الرسمية هي اللغة الفرنسية، بمعنى إذا تحدثنا بالمفهوم إشكالية بناء الدولة، هل هذه الدول استرجعت سياداتها على المستوى الدفاعي والأمني، على المستوى المالي والاقتصادي، على المستوى الثقافي والهوياتي؟ وبالتالي يبدو لي بأن هذه الانقلابات في بعض الأحيان سببها قد يكون في بعض الأحيان داخليا. وأعطيك مثال، أنت أشرت إلى الانقلابات، لكن شخصيات مثل توماس سانكارا أو غيره من الشخصيات الكبرى عندما تريد أن تأخذ الإرادة الإفريقية وتبحث عن سياداتها في الأبعاد الثلاثة، الأمنية والدفاعية، المالية والاقتصادية والثقافية والهوياتية، هنا نأتي إلى مصطلح في هذه المنطقة لا يزال قائما وهو فرانس أفريكا. عندما تقول فرانس أفريكا كما قال رئيس فرنسي السابق لا بوليتيك افريكان دو لا فرانس توتال الفي اريفا، ما هو صالح لهذه الشركات هو صالح للمصالح الحيويه الفرنسيه، واي مساس بهذه المصالح يتم الانقلاب على هذه الدول. طيب هذا ربما من بنظره سياسيه ان صح التعبير. استاذ يوسف، يعني ما الذي يجعل اول رئيس منتخب في بلد مثل النيجر يتم الانقلاب عليه وبهذه الطريقة؟ يعني هو ليس الانقلاب الأول، ربما هو الانقلاب الناجح أخيرا بالنسبة للانقلابيين أو المناهضين له، لكنه شهد مع أول يوم انتخابه شهد محاولة انقلاب. صحيح ما أسلفه الدكتور بروفيسور سايج حول الموضوع، منطقة الساحل وجنوب الصحراء برمتها تعيش الانقلابات وتلو الانقلابات، بل أظن على محمد بازوم أكثر من أربع مرات محاولة انقلاب منذ انتخابه دستوريا في النيجر. أعتقد أن رغم أن كثير من المحللين لما وقع قبل أسبوع الانقلاب على الرئيس المخلوع محمد بازوم قالوا على أن السبب المباشر هو محاولته لتغيير بعض الأسماء في جنرالات الجيش النيجيري، ولكن أعتقد أن الانقلابيين لهم من الذكاء، يعني بحيث بين قوسين ركبوا موجة الانقلابات الواقعة في منطقة الساحل وجنوب الصحراء ابتداء من مالي ثم بوركينا فاسو ثم غينيا وبوركينا الانقلاب على الانقلاب، بمعنى وحتى في تصريحاتهم في ذكرى استقلال النيجر يوم 3 أوت قالوا نريد الاستقلال الحقيقي للنيجر. تصور هذه رسالة قوية جدا وتعبئة الجماهير الشعبية في نيامي، ضمن المبررات التي قدموها اجتماعية واقتصادية. نعم، بمعنى نريد استقلال حقيقي، الخروج من التبعية المجحفة، التبعية الاقتصادية، التبعية الهويتية. والناظر الذي يصول ويجول في دول غرب إفريقيا يدرك جيدا، يعني واضح للعيان، كيف أن الهيمنة الفرنسية لا تعتقد أبدا أنك يعني تسير في دول ذات سيادة. للأسف الشديد حتى أبجديات السيادة في مطاراتهم في شوارعهم تجد القوات الفرنسية موجودة هناك تتصل وتجول، وليس لهؤلاء أي سيادة أكثر من ذلك. أعتذر منك أستاذ لأنه الآن موعد أذان صلاة العشاء بتوقيت العاصمة وضوحها، نستمع لصوت
تقبل له صلاة الجميع. إذن نواصل معك أستاذ يوسف، كنا نتحدث عن مبررات الإنقلابيين بربما تقويض هذه الشرعية أقول الدستورية في النيجر التي كان يترأسها محمد باسوم. نعم صحيح، مبررات المجلس العسكري الذي يقود المرحلة حاليا، وقد مؤخرا عين رئيس وزراء مدني من قبيلة معينة، قبيلة القرعان من فصيل توبو، ففي إشارة قوية أعتقد على أن العلبة السوداء التي تفكر للمجلس العسكري ذكية جدا. لحد الآن لم تسل قطرة دم في نيامي، وهذا مؤشر إيجابي جدا. لحد الآن لم فتحت كل أبواب التوافق الدبلوماسي، استقبلت بل أول إشارة إيجابية حينما دعت رؤساء وشيوخ القبائل والزوايا والطرق الصوفية المتمثلة في التيجانية، وأنظر عشرات الشيوخ هناك والقادري كذلك. ثاني شيء، حتى إكواس دخل في هذه اللعبة، أرسل سلطان سوكوتو الذي يمثل هو الشيخ الطريقة القادرية التي تحوي تحت طياتها 80 مليون من المريدين. ففيه يعني إشارة قوية جدا. أعتقد هذا أعظم مبرر. اليوم كذلك بعد صلاة الجمعة فيه إشارة قوية على أن خروج معظم المتظاهرين بعد صلاة الجمعة متوجهين الملعب ببنيامي، ويهتفون بهتافات مؤيدة للمجلس العسكري، ويرفعون رايات الجزائر، إشارة على ثورة الجزائر، رايات روسيا على أنها شريك اقتصادي مهم جدا، وبمعنى أنهم يريدون الخروج من التبعية من الاستعمار القديم الجديد. سيدي الكريم، طيب هذا ربما رغم ذلك يبقى في نظر اللوائح الأممية على أنه انقلاب عسكري مقود للعمل الدستوري في هذا البلد الإفريقي الجار. وأيضا سنعود حتى لقراءة هذا المشهد الشعبي والمكون الاجتماعي في النيجر، ولماذا ترفع هذه الشعارات بالذات. أستاذ سيف الدين، يعني نيويورك تايمز الأمريكية تقول بأنه يتم تشييد حزام من الانقلابات في منطقة الساحل، وأسألك قبل 3 سنوات من اليوم أو 4 سنوات دعني أقول، يعني إذا كنا نتحدث على منطقة الساحل نتحدث عن هيمنة فرنسية اقتصاديا وسياسيا، ما الذي يجعل هذا التغيير إن صح التعبير الراديكالي في هذه التوجهات لدى هذه الدول؟ هذا التحول الذي حدث في منطقة غرب إفريقيا هو مؤشر إيجابي بالنسبة للشعوب الإفريقية التي ذاقت ذرعا بالنهب الفرنسي وشبكة فرانس أفريك التي أسس لها الرئيس الفرنسي الأسبق ديغول وأمين العام إليزي جاك فوكار ووزير المحروقات بيير غويما. وبالتالي فإن إرادة الشعوب الإفريقية التي تعاني، وأفضل مثال على هذا الجانب هو النيجر التي الآن تملك فقط 30% من قدرات إنتاج الكهرباء، بينما يورانيوم النيجيري يضيء 75% من مصابيح فرنسا أو مصالح فرنسا الكهربائية. وبالتالي فأعتقد بأن شعوب غرب إفريقيا وشعوب الساحل أدركت تماما أن فرنسا تعقد الوضع الأمني، تعقد الوضع الاقتصادي، تساهم بشكل أو بآخر في نهب المصالح. التوجهات الإفريقية عبر عنها بشكل واضح وصريح رئيس الدولة في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري: نحن لا نبحث عن استبدال استعمار بآخر، نحن نبحث عن شركاء اقتصاديين لتحقيق التنمية والكرامة لشعوبنا. لا يجب أن يذهب الشباب إلى الهجرة عبر البحار والموت في البحار، بل يجب أن يطالبوا من سلطات بلادهم التنمية وتحقيق التطور الاقتصادي. وعليه فأعتقد بأن هذه الحركات جاءت استجابة فعلية بالنسبة للإدراك الجماعي بالنسبة للشعوب الإفريقية، للوعي الإفريقي بأن فرنسا بشكل أو بآخر تنهب المصالح الاستراتيجية للمنطقة. نعرف بأن منطقة الساحل هي منطقة غنية بالبترول، غنية بالذهب، مثلا مالي تنتج 60 طن سنويا من الذهب. أيضا بوركينا فاسو، الأستاذ تكلم على نقطة جوهرية، هل يعقل لدول منتجة للذهب أن تضع أموالها في بنك فرنسي، البنك المركزي الفرنسي اللي تطبع لها فرنسا 50% وهي تنتج سنويا ما ينتج لها تقريبا الاحتياطات تضاهي احتياطات الجزائر حوالي 1800 طن، يعني تقريبا منذ 60 سنة من الاستقلال. فالوجود الفرنسي في الساحل يعتبر وصاية واستعمار معنوي اقتصادي وسياسي واجتماعي، وأدركت الشعوب الإفريقية من خلال مواقف الطلبة، من خلال مواقف الشباب الذين تحدثوا مع الرئيس الفرنسي في مؤتمر الشباب بين الرئيس الفرنسي، وضحوا له بشكل جلي
لي بأن فرنسا دولة استعمارية، دولة استغلالية، وبأن على فرنسا أن ترفع يدها من إفريقيا، ومن الصعب بمكان حدوث ذلك لولا إرادة شعبية وأيضا إرادة سياسية داخلية سواء عسكرية أو مدنية. أفهم من الكلام بأنه ربما ما هذا التحول في التعاطي مع المستعمرات القديمة أصبح موجة من الوعي ربما لدى الشباب والنخب في غرب إفريقيا والنخب الحاكمة في إفريقيا. طيب نشرك الآن دكتور سلطان وأسألك مباشرة عن البيان الختامي لإيكواس بأبوجا، يعني هذا البيان نقطة جوهرية وجاءت فيه والتي تتحدث بأن كل الخيارات مفتوحة بالنسبة للتدخل في الوضع في النيجر وتطوراته. أنا أسألك هنا، هل هذه الخيارات مفتوحة بالنسبة لقادة الانقلاب من أجل التراجع عن الانقلاب، أم مفتوحة بالنسبة لقادة الإيكواس من أجل التراجع عن مواقفها؟ لقادة الإيكواس إذا ما نظرنا إلى طريقة تعامل الانقلابيين أو المؤسسة العسكرية الحاكمة في النيجر الآن تسير بانتظام، وأنا أعتبرها والمنطق يقول أنها نجحت في الانقلاب من خلال تعديل كفتها الراجحة على ما تتحدث به الإيكواس وما تتحدث به فرنسا وغيرها. أولا بداية على المستوى الداخلي، نجحت هذه المؤسسة في تنظيم صفوفها ومنع فكرة الانقلاب وراء الانقلاب التي ربما كان تلعب عليها أطراف خارجية، ونجحت هذه الفكرة في مواضيع سابقة وفي انقلابات سابقة. النقطة الأخرى، نجحوا أيضا في الموقف الثابت ورفض عندما ترفض دولة وفد مشترك بين ثلاث جهات كبيرة جدا، نتحدث عن الأمم المتحدة، نتحدث عن الاتحاد الإفريقي، نتحدث عن منظمة الإيكواس، ويصد الباب أمام زيارة بهذا الحجم، عندما يصد الباب أيضا أمام وكيلة وزير الخارجية الأمريكية، فهناك موقف أو هناك بين مزدوجتين ما يمكن أن نقول أنه كاريزما سياسي. هذه الطريقة تمكن من خلالها المجلس العسكري بأن يضع صوته الأعلى، بأن يفرض شروطه، كما أنه أيضا يراقب بصورة حثيثة ما تقوم به منظمة الإيكواس. فعندما اجتمعوا في الاجتماع الأول قاموا بتشكيل الحكومة، وبالنظر إلى هذه الحكومة نلاحظ أنها حكومة تتكون من 15 مدنيا، هذا يعطي صورة أننا لم نقم بهذا الانقلاب من أجل أن نتحدث بمنطق العسكرة أو أن تنفرد المؤسسة العسكرية بالحكم في النيامي، إنما نريد الإصلاح، وإنما نريد عكس البيروقراطية التي كانت مستمرة كما يقول هؤلاء. أيضا على البعد الدولي، هناك اليوم وصل وفد عسكري من نيامي إلى باماكو، وصل هذا المساء في خطوة موازية لاجتماع القادة العسكريين غانا غدا في أكرا في غانا. هذا أيضا يعطي صورة، إذا كنتم أنتم ساعون في فكرة التدخل العسكري فنحن أيضا نأخذ خطوات عسكرية ميدانية. أيضا الحشد الشعبي، منذ قليل كانت هناك أيضا اليوم كانت هناك مسيرات حاشدة تتألف من الآلاف اقتربت من القاعدة العسكرية الفرنسية، رفعت شعارات مدني فرنسا. هذا أيضا يعطي الصورة أن هؤلاء لديهم أوراق قوية جدا، أوراق خصوصا يتمسكون، يعني وكأن هذا البيان الختامي لإيكواس لا يعني القادة الإنقلابيين في النيجر. البيان هو يأتي في صورة خاصة وأنهم لم يعلقوا حتى على نقاط هذا الاجتماع، مجرد بيان لأبديت أو تحديث لما قامت به منظمة الإيكواس. أعتقد أنها استعجلت في مسألة التلويح بفكرة التدخل العسكري الذي لا تملك أطرافه العسكرية، خصوصا إذا ما نظرنا إلى عمق هذه المنظمة هناك تباين، تتحدث عن دول لا تريد حتى على المستوى الأوروبي، مثلا الولايات المتحدة الأمريكية صرحت بعد تصريحات الجزائر مباشرة أنها تفضل خيار الدبلوماسية. كذلك سأعود إلى الخيارات أستاذ سلطان، وعلى فكرة نقاش مفتوح يمكن كذلك المشاركة، وللضيوف الأكارم كذلك يمكن ربما حتى
النقاش في نقاط معينة أو التدخل في نقطة معينة. طيب بروفيسور صايج، دائما في محاولة لقراءة هذا البيان الختامي لمجموعة الإكواس، هل تعتقد بأن البيان حاول أن ينفذ استراتيجية اليد الممدودة من جهة حينما يتحدث عن الدفع بالحلول السلمية، ومن جهة أخرى يدفع بربما اليد الحزمة صح التعبير بين قوسين من خلال التلويح بالعمل العسكري؟ طبعا حتى نعطي قراءة موضوعية، نقول سبق لمجموعة الإكواس أن نفذت عمليات أو شاركت في عمليات إعادة النظام إلى مساره في غامبيا مثلا، عندما حاول الرئيس المنتهي عهدته أن يبقى في السلطة تدخلت وعلى الأقل ضغطت لكي تعطي الشرعية للرئيس المنتخب. هذا كان حدث تقريبا قبل 5 سنوات في السابق، لكن في نفس الإطار تدخلت، كانت لديها مجموعة من التدخلات. وهنا دعني أقول كمجموعة غرب إفريقيا من ناحية الديناميكية تقريبا هي أكثر مجموعة لديها نوع من التكتل، لديها نوع من النصوص، لأنها لديها اتفاقيات على أساس أنه كيف نخلق قوة للتدخل الاحتياطي السريع، وعملت تقريبا منذ 1990 على هذا الأساس. لكن يبقى في الجانب القانوني والآليات، ما الذي يحرك أن تتعامل مع منطقة أو حالة عكس الحالات الأخرى مثلا؟ بالضبط. وهنا أعطيك مثلا في 2010 نفس الدولة عندما تم الانقلاب على مامادو طنجة الرئيس النيجر السابق، كان بسبب واضح، وهو أن الرئيس النيجيري أعاد أو يريد إعادة النظر في اتفاقيات الهيمنة الفرنسية لشركة أريفا على اليورانيوم، وكان ابنه يتفاوض وتم تعيينه في السفارة لدى بكين يتفاوض مع الصينيين، لأنه كان يبخسون حقهم في مواردهم، وبالتالي لم يكن تلك الضجة في 2010 بنفس الضجة التي هي الآن. وبالتالي هنا التساؤل الذي هو مطروح، كان السرعة أولا في التنفيذ كان ينظر على أساس في البداية، ودعني أقول تقريبا 4 دول معروفة هي تحت الغطاء الفرنسي، كانت تحت هذا الضغط، أتحدث عن كوت ديفوار، عن السنغال، نيجيريا إلى حد ما في البداية، لكن ضغوطات خارجية، وهي كان في نظرهم أن المؤسسة العسكرية والأمنية ليست صماء أو متجانسة، على أساس أن رئيس الحرس الرئاسي بمعزل عن قيادة الأركان الجيش في المنطقة، لكن في 42 ساعة اتضح بأن المؤسسة العسكرية، هنا الذكاء الذي أشار إليه أستاذ يوسف قبل قليل، أنها كانت تريد حفظ المؤسسة العسكرية من التلاعبات حتى لا نذهب إلى السيناريو السوداني، أن تقسم هذا النموذج، وبالتالي كان هذا التوافق. وبالتالي أعتقد أن الإكواس في خياراتها عندما منحت 7 أيام كانت تعتقد، وهنا يجب أن نشير، أن الفرنسيين كانوا يضغطون على حلفائهم أن يتدخلوا بالحروب بالوكالة، على أساس أنه في نفس 48 ساعة تم إجلاء الرعاية الأوروبية الفرنسيين، لكن يجب أن تضع في ذهنك أنت لديك ما طرد من برخان وأصبح ملجأ في النيجر. وعلى هذا الأساس في تقديري المؤسسة العسكرية بغض النظر هل هي انقلاب عسكري أو لا، هذا جانب قانوني، لكن من ناحية السياسية أنها لعبت على ورقة القوى المجتمعية الضاغطة على الفرنسيين وعلى البرخان وعلى التواجد العسكري هناك. وأشير فقط إلى حركة M62، حركة 62 تشكلت في أوت الماضي، وكان هدفها الأساسي كيف الفرنسيين يطردون من بوركينا فاسو ومن مالي من إفريقيا الوسطى ومن غينيا ويأتون إلى عندنا. وبالتالي هذه الحركة الاحتجاجية ساهمت. الرئيس النيجيريا لم يكن يتصور الضغط الذي لقاه داخل مجلس الشيوخ وصوت، لأنه لا يمكن أن تبعث عسكريك للمشاركة في الخارج إلا بالذهاب إلى البرلمان بنفس الدستور الجزائري، لكن بطريقة أخرى نحن نشارك في مهمات حفظ السلام وليس تدخلات عسكرية. وبالتالي هنا لي عنق رئيس نيجيريا حتى القدرات العسكرية. هنا في تقديري ربما الورقة الضاغطة على الفرنسيين هي الورقة الأمريكية. منذ الساعات الأولى أنت لديك تقريبا 3 قواعد أمريكية، قاعدة لأكبر قاعدة للطائرات المسيرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في شمال نيجيريا، يضاف إليها في النيجر طبعا، إلى جانب المسائل الحيوية سواء في العاصمة أو في الجنوب. هنا الجانب الأمريكي مدرك بأنه كيف نلعب على الورقة الحوار الوساطة مع نخب عسكرية حتى لا يكون ملء الفراغ، لأن همهم الأساسي
هل ستكون بعبع الروسي؟ متى يأتي البعبع الروسي؟ وهنا ربما حتى الكاريكاتير الإعلامي ما لم تحققه روسيا في أوكرانيا حققته في إفريقيا. طيب ربما أنت ذكرت أو أشرت إلى مجموعة آم 62 وحتى جعلتني ربما أحيل السؤال الأستاذ يوسف بحكم خبرتي على الأقل وتنقله ومعرفته بالمنطقة. يعني آم 62 ونتحدث أيضا عن في النيجر ظهور المجلس الوطني لحماية الوطن وأنا أركز على التسمية، ثم قبلها في ربما في بداية السنة في بوركينا فاسو كان هناك الحركة الوطنية للحماية والاستعادة. يعني إلى أي مدى هذه التسمية تعبر على هذا الفكر وهذا الوعي الذي تحدث عنه الأستاذ سيف الدين في المكون المجتمعي اليوم في إفريقيا وفي دول الساحل وفي النيجر تحديدا؟ صحيح، أنا ممكن أثير نقطة قبلها. نعم. أن إفريقيا هذه التي أن في مقاربة 2030 أو 2060 التي قد تصل صحيح. إلى المليار نسمة ومشروع إسكات البنادق وآمنة وسلمية، لكن قبلها وبعدها لابد أن يركز على الوعي الإفريقي. أعتقد كل التحرر الذي كان من قبله كان عبارة عن تحرر انفرادي، ولكن الآن أعتقد على أن الشباب الجديد أو الضباط الأحرار بين قوسين الجدد يدركون على أنهم في معزل لوحدهم، لا يستطيعون هذا التغيير الجذري والخروج من التبعية الفرنسية، لذلك استعانوا بشركاء إقليميين وشركاء دولي. هذه نقطة مهمة جدا. حتى في تشاد لم تشتشر تشاد خرجوا بعشرات بالمئات بشعارهم تشاد حرة فرنسا برا، يعني وهذا يعني فقلت لك عدوى الانقلابات ماضية ولم يبقى للهيمنة الفرنسية إلا بعض النقاط المتواجدة في منطقة الساحل وجنوب الصحراء. أشير إلى نقطة مهمة أخرى وما يتعلق حتى في الإكواس. الإكواس الآن بزعامة رئيس النيجيري، لكن كأنه من الذكاء أعطى قال لا يكون تدخل إلا باستشارة البرلمان في شمال نيجيريا. فيه مكون مهم جدا لو تذكرون، بعد التهديد خروج المئات والآلاف من في شمال نيجيريا المتظاهرين من قبيل الهوسا الذين يجتمعون مع النيجر يتقاسموا مع النيجر في العرق والنسب والهوية. لا ننسى إمبراطورية الهوسا، الخلافة الإسلامية في الهوسا والسونغاي، هذا كله لا يعقل. وبالتالي أعتقد على أن التدخل إكواس عسكريا بدأ يتلاشى شيئا فشيئا، إلا نبرة الحد لحسن وطارة وكلنا يدرك هذه الخلفية لماذا. وبالتالي أعتقد أننا ماضين نحو سيناريوهات متسارعة جدا. قبل نأتي للسيناريوهات ربما أردت أن نفهم منك لماذا هذه التسمية بدأت، لماذا المجلس الوطني لحماية الوطن ولماذا الحركة الوطنية للحماية والاستعادة؟ ما الذي تريد هذه الحركات في النيجر وفي بوركينا فاسو وفي تشاد؟ لماذا تسمي هكذا تسميات؟ كانت أول زيارة لي إلى منطقة الساحل وجنوب الصحراء، زرت مدينة نيامي وجلست مع عديد الرجال السياسة هناك في 2013، يعني بعد أحداث شمال مالي يومها في النيجر. وكان هذا الشعور هذا أيام حكم أسوفو يعني في النيجر، بمعنى حينما تزور إلى وتنتقل إلى المنطقة وترى بعينك، ترى يعني أمور يعني أبجديات غير ممكنة. يعني ترى العسكر الفرنسي يصوب ويجول في مطارات المدنية وكأنهم يعني في حماية، يعني في أن ديبارتمون فرنسي للأسف الشديد. وبالتالي لكن كانت هناك نواة للفكر لهذا الامتعاض والوعي خرج مع هؤلاء الضباط الجدد، يعني مع هذا التنامي، هذا الفكر الجديد. وبالتالي هذه المجالس سواء كانت من كان يصدق على أن فرنسا تخرج من ماضي، يعني هذه غير ممكن يعني. وبالتالي حتى نشوف التقارير حينما الرئيس الفرنسي ماكرو أعاب على جهاز الاستعلامات الفرنسي الخارجي، كيف أنكم لم تدركون بحيثيات هذا الانقلاب، سواء كان انقلاب في مالي أو في غينيا أو في بوركينا فاسو أو حاليا كذلك في 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 في, في النيجر مع المظاهرات التي وقعت لعثمان في السنغال. فهذا المد ما زال يتوسع، ولكن المؤشر حاليا هو في شركاء عسكريين
أمنيين اقتصاديين جدد في المنطقة. لذلك أشار بلينكن في آخر تصريحاته وآخر تغريداته على أن الخطر الروسي المتواجد في منطقة الساحل والذي يزاحم. أعتقد على أن الجزائر زيارة وزير خارجي مؤخرا فقط لطمأنة هؤلاء الشركاء بأن المنطقة تريد أن تخرج من تبعية اقتصادية، من هيمنة اقتصادية. والقاسم المشترك بين جميع هؤلاء هو التهديد الإرهابي الأمني الذي يهدد المنطقة برمتها. طيب، بالحديث عن التهديد الإرهابي في المنطقة، يعني تواجد الفرنسي والعمليات ربما العسكرية في منطقة الساحل أكثر من عقد من زمن، لكنها خرجت بنتائج وخيمة، يعني فرخت جماعات إرهابية وهي التي كانت في البداية تحارب المفروض جماعة إرهابية واحدة. ففشل فرنسا وباريس في دول الساحل وفي إفريقيا بشكل عام، ألا يشابه أيضا الفشل الأمريكي في كابول؟ وهل يمكن أن يغامر أو تغامر كل من باريس والولايات المتحدة الأمريكية سواء بالوكالة أو بغير الوكالة بأن يكون هناك تدخل عسكري في هذا التوقيت بالذات في النيجر؟ أولا بالنسبة للتدخل العسكري أنا أستبعده تماما. على كل حال، بحكم أولا تفجر المنطقة وتفشي داعش والنصرة والقاعدة في المنطقة وفي نيجيريا نفسها على مستوى مدينة بايصلا أو مستوى ولاية النيجر، وهي ولاية في نيجيريا محاذية للعاصمة أبوجا. التفشي هذه الجماعات الإرهابية التي عجزت هذه الدول لمجابهتها، فضلا عن المساحة الشاسعة للنيجر البالغة 1.26 مليون كيلومتر، أكبر دولة في منطقة الساحل. وبالتالي فمن الصعب بمكان أن تتمكن هذه الدول ب 25 ألف جندي أن تتغلب على هذه الجغرافيا أولا، وثانيا على البعد السكاني والقدرات، لأن النيجر لديها 24 مليون إنسان. يعني حتى بالنسبة للمقاومة الشعبية يمكن أن تقف سدا منيعا أمام هذا التدخل. وبالتالي أعتقد بأنه من المستبعد جدا أن تخوض هذه الدول غمار هذا التدخل، فضلا أنها إذا ذهبت إلى التدخل فأعتقد بأنها ستتكبد الكثير من الخسائر، ستفجر المنطقة، ستفتح المجال واسعا أمام الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وستترك المنطقة على سفح ساخن. بالنسبة لتدخل الدول الغربية سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا، فرنسا كما نلاحظ هي تبحث عن غطاء الوكالة لهذه الدول من خلال مجموعة الإكواس لكي تنفذ بدلا عنها، لأن فرنسا كما سبق وتحدثت فشلت وتحدثت عنها المجموعة الدولية للأزمات، تحدثت بأن فرنسا دخولها لشمال مالي عقد الوضع عوضا عن حله. الحل الأمني أو المقاربة الأمنية لا يمكن أن تفتح المجال لحل الوضع. مجابهة التطرف أو الانفلات الأمني أو التمرد بالنسبة للمواطنين لا يمكن أن يتم من خلال الصراع أو المحاربة، بل من خلال التنمية، وهي المقاربة الجزائرية التي اعتمدتها الجزائر من خلال الوكالة الوطنية للتنمية. وبالتالي فأعتقد بأن هذه الدول لا تمتلك عمليا الآليات لمجابهة خوض الحرب على الميدان. هذه الدول لديها جيوش ضعيفة، لديها لما نتكلم عن الجيش السنغالي لا يتجاوز 17 ألف جندي. لكن سيف الدين، ربما يقول بعض المراقبين بأنه يمكن أن تكون هناك عملية عسكرية ربما محدودة على الأقل من أجل ضمان المصالح الأمريكية والفرنسية، هل يمكن أن يكون هذا السيناريو؟ أعتقد بأن المصالح الأمريكية كما تسبق وتحدثت هي تناور من خلال حفظ مصالحها بعيدا عن الاستقطاب وبحث ودرءا للبعبع الروسي الذي يبدو أو يتمظهر من خلال هذه الوضعية. فضلا عن ذلك، فرنسا خسرت مالي وهي مرشح أن تخسر النيجر. طبعا المقاربة التي تتعلق بالنيجر هي متعلقة باليورانيوم، أقرب دولة توفر لفرنسا 35% تقريبا من أو 35% من احتياجاتها بالنسبة لتشغيل مفاعلاتها النووية موجودة في النيجر التي لديها احتياطي يمثل 5% من اليورانيوم في العالم. وبالتالي أقرب دولة تتوفر على اليورانيوم هي النيجر مقارنة بكازاخستان أو أستراليا أو كندا، وهي دول بعيدة جدا لا تتجاوز المسافة بين نيامي وباريس 3000 كيلومتر. وبالتالي فرنسا تبحث عن حفظ مصالحها الاستراتيجية المتعلقة بالطاقة بالوصاية السياسية والأمنية على المنطقة،
فضلا بعد أن نقلت قواعدها العسكرية، تبحث أيضا عن تحقيق الوصاية الفكرية، لأنه حتى لما لاحظنا مثلا في مالي الدستور الجديد ألغى اللغة الفرنسية كلغة رسمية للبلاد، هناك اللغات المحلية، هناك تجاوز وطرح جديد يطرح بالنسبة لهذه الدول. وبالتالي فأعتقد بأن كما سبق وتحدث بالنسبة لمستنقع أفغانستان، بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية منطقة الساحل مستنقع، الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحفظ مصالحها الاستراتيجية المتعلقة بالنفط الذي يصدر من خلال خليج غينيا. الجزائر من خلال زيارة وزير الخارجية أحمد عطاف عززت مكانتها من خلال توفير المجال الحيوي للاستثمار بالنسبة للشركات الأمريكية الكبرى على مستوى النفط، قبلها أوكسيدونتال كوربوريشن وبعدها إكسون موبيل وشيفرون، وهي قادمة إلى الجزائر وليست من مصلحة هذه الشركات صحيح. تفجر الوضع الأمني. ممتاز، لأنه مهم جدا إذا كان ربما أي شركة أو أي مستثمر أجنبي أكيد أنه يحتاج إلى الاستقرار والأمان في المنطقة. وأسأل الأستاذ سلطان، ربما أعود دائما إلى هذه التطورات في النيجر، ومن الجانب الآخر من الضفة الأخرى نتحدث عن قادة الانقلاب، يعني في وقت قياسي جدا تم تعيين رئيس للوزراء، ورئيس الوزراء مباشرة عين الحكومة الجديدة. يعني ألا تعتقد بأن قادة الانقلاب لديهم ورقة طريق واضحة وجاهزة يتم تنفيذها بغض النظر عن أي رفض وأي تنديد دولي أو أممي؟ تحركون وفق مسار إداري صح التعبير منتظم، خصوصا من خلال القرارات. وإذا لاحظت معي سيدي الكريم تجد أن كل هذه القرارات توازي تحرك الأكواس. لكن إن سمحت لي بالعودة إلى نقطة مهمة جدا حول إمكانية تدخل الأكواس، استحالة حتى تحقيق هذا تاريخيا. إذا عدنا إلى منظمة الأكواس في بعدها الإفريقي نجد أنهم لم يلتزموا بالنسبية في موضوع المساهمة عسكريا، وإذا إمكانياتهم العسكرية غير متاحة حتى الآن، ناهيك عن عدم التوافق حتى بين هذه الدول. لا نتحدث أيضا عن العنصر الآخر المهم جدا والتي أشارت إليه بعض من الأطراف الدولية، نتحدث عن الحشد الشعبي، بإمكان حتى هذه الحشود الشعبية التي تشكل ما يشبه الحزاب تحصينا وتأمينا للمجلس العسكري. اليوم تحدثت وول ستريت جورنال عن مسؤول في الأكواس قال أنه في حال منظمة الأكواس سعت إلى الخيار العسكري فإنها تحتاج إلى 6 أشهر من أجل أن تحشد هذه القوة من أجل التدخل في النيامي. بالإضافة أنه قال أن القوة الاحتياطية التي تحدثت عنها المنظمة هي عبارة عن قشرة فارقة، هكذا وصف هذه. وهذا ربما يعطينا صورة عن الحماس الذي يأتي من حسن وترى بأن هناك قوة بمقدار 1000 جندي جاهزة للمشاركة أو تلويح دول أخرى بعيدة جغرافيا ولا تنتمي المنظمة، كموريتانيا على سبيل المثال، التي قال وزير النطق أنه موريتانيا ربما تدرس خيار المشاركة إذا ما طلب منها ذلك. كذلك السنغال نجد أن آليا لا توجد حتى ما الذي يهدف إليه إذن اجتماع غانا غدا بالنسبة لقادة الأركان لدول الإكواس؟ ما الهدف من هذا الاجتماع؟ هل هو مجرد ربما مشهد سياسي على أساس بأنه يتم تنفيذ مخرجات ربما قمة الإكواس في أبوجا؟ المنظمة سبق وان بدأت في أول خرجة لها تلويح بخيار التدخل العسكري لإعادة الحكم لمحمد بازوم، كما أنه أحمد رئيس تيبونو رئيس نيجيريا الذي يرأس القمة الآن توعد أنه ستكون هذه الفترة فترة خالية من الانقلابات، وهناك نزعة ربما ضد الانقلابات، وبحكم أنهم ذهبوا إلى خيار التدخل العسكري لا يريدون أن تكون هذه الورقة ضعيفة جدا أو تكون غير جدية، وبالتالي يجب أن يذهبوا إلى سيناريو التخطيط ولو من ناحية النظرية. طيب، من وصلت الفكرة. ماذا عن سؤالي فيما يتعلق بورقة الطريق التي يتم تنفيذها من طرف قادة الانقلاب في النيجر؟
مباشر في أول وهلة عندما حدث الانقلاب سافر شخصية الدبلوماسية العسكرية ساليف مودو الذي يدير المؤسسة العسكرية في نيامي دبلوماسيا، سافر إلى مالي، سافر إلى بوركينا فاسو في عملية تنسيق في إدارة واضحة، وهذا ربما يعطينا الصورة الواضحة أيضا من خلال المسار المنتظم للمجلس الانتقالي في النيجر، كذلك الردود التي توالت بعد ذلك خصوصا بعد زيارة فيكتوريا نولاند، وكذلك بعد زيارة الوفد الإفريقي الأممي. كذلك من الواضح جدا أن هناك مسار واضح، واختيارهم لعلي لامين شخصية ذو المتخصص في المجال المالي، وأيضا إشارة واضحة ربما لفرنسا من ناحية أن هناك سعي جدي لمراجعة الاتفاقيات. هل اتجاه هذه الورقة واضح أيضا؟ إذا كانت ورقة الطريق واضحة، هل الاتجاه تحدث عن ربما التوجه الإيديولوجي لهذه الورقة، تحدث عن ربما من يخدم مسار هذه الورقة ومن لا يخدم كذلك مسار الورقة، ورقة الطريق طبعا؟ الطريق واضحة بالنسبة للمجلس الانتقالي، المسألة تتخطى مجرد أنه حدود أنه هناك مسار إداري أو ربما هناك خطة داخلية. الصورة العامة الظاهرة التي تتقاطع مع الشعب، تتقاطع مع هيئة العلماء، تتقاطع مع جميع مكونات المجتمع في النيجر، هي صورة تحرر، هي صورة انتفاضة، هي صورة الخروج من دائرة التضييق ومن دائرة الخضوع والركون لفرنسا إلى صورة التحرر، إلى صورة النيجر الجديدة. نعم. بروفيسور مصطفى سايج، ربما نتحدث الآن عن ربما ما الذي قد يحدث في الأيام المقبلة، أو ما الذي يجب أن يحدث في النيجر حتى تحافظ على استقرارها وأيضا على المسار الدستوري؟ هل يمكن أن يعود النظام الدستوري بدون عودة محمد بازوم؟ إشكالية صعبة جدا. كما يقال في الأدبيات الاستشرافية، تكون أمام خيارين أحلاهما مر. يعني بمعنى إذا في إمكانية أن يجد ربما قادة الانقلاب تخريجة دستورية من أجل ربما الحفاظ على المسار الدستوري. والآن في تقديري صراع الإيرادات ليس انتقلت من الداخل إلى الجانب الإقليمي والدولي. بمعنى أن قائد الحرس الجمهوري هو يعتقد الآن بأنه لا يمكن أن يسلم السلطة إلى رئيس السابق، لأنه سبق أن حكم في انقلاب سابق عندما كان مقرب من رئيس يوسف السابق محمد يوسف. وبالتالي اعتقد في هذا الإطار ان ما يجري الان وكأن اغراء للقيادة العسكرية للنموذج المالي البوركينابي. بمعنى اذا لاحظت، بمجرد ما بدأ الاجتماع العسكري للقادة العسكريين في الإكواس، خرج القادة العسكريين الجدد في بوركينا فاسو وفي مالي واعلنوا اي اعتداء عسكري يعتبر اعتداء علينا. بمعنى بدأ تحالفا في المنطقة، وهذا التحالف فيه الجانب الجغرافي التقاربي. بمعنى عندما تقول النيجر ومالي وبوركينا فاسو، نموذج ليبتاكو غورما. ليبتاكو غورما هو مثلث جغرافي بين الثلاث. وهنا أشرت، عوض أن تأتي فرنسا وبرخان للقضاء على الإرهاب، بالعكس كل التنظيمات الإرهابية عبر الحدود أصبحت موجودة في هذه المنطقة، بالرغم من أن هذه المنطقة ذات منذ السبعينيات كانت تسمى سلطة ليبتاكو غورما، والتكامل واعتماد متبادل على المستوى التنموي للدول الثلاث. وبالتالي هناك وعي كما قال الأستاذ يوسف وصديقنا كذلك. الجانب الآخر، أنا أعتقد بأن الآن الخيارات بالنسبة إلى القيادة العسكرية تلعب صراع الإيرادات لصالحها. الورقة كما أشرنا قبل قليل، أنت أشرت إلى حركة كانت موجودة في أوت سابق أم 62، أم 62 هي اختصار لذكرى 62 استقلال. بمعنى استقلنا بعد 62 سنة وفرنسيين لا يزالون هنا، هذا التساؤل الكبير. والضغط على الجوانب التنموية، بمعنى أن تسترجع السيادة والشرف النيجر، لكن نسترجع سيادتنا على ثرواتنا، وهذا مهم جدا. يعني حركة تأميمية، بطبيعة الحال كيف نؤمم ثرواتنا، وهذا مهم جدا، لأن تجربة مامادو طنجة في 2010 فشلت وتم الانقلاب عليه، حتى تبقى لوراني التي خلفت شركة أريفا، حتى تلطيف سمعة أريفا بطريقة أخرى. طبعا الجانب الثاني،
وهنا عندما تقول تتدخل العسكريا، هل يعقد الأستاذ من بريطانيا أشار إلى نقطة مهمة، أنت الرهان الكبير على القوة العسكرية في الإكواس، لديك 15 دولة ربعة مبعدة، تبقى 50% من القدرات العسكرية لصالح نيجيريا، عندها تقريبا 135,000 عسكري. ونيجيريا العام الاثني أشار الأستاذ يوسف وهو في 1600 كيلومتر بالتماس مع نيجيريا في سابق تاريخيا، كانت امتداد جغرافي صحيح. طبعا هو المؤتمر برلين الذي قسم صحيح. هذه الجغرافيا صحيح. بمعنى أن هناك ليس فقط عام الاثني وإنما العام المجتمعي، لا يمكن للعسكري في نيجيريا الذي ينتمي إلى نفس العائلة أن يحارب ببلده، بهذا الامتداد الجغرافي. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أن كيف تقضي، هل تذهب بطريقة نرويجا، تأتي السيايا وتأتي طائرات وتخطفهم القصر الرئاسي، هنا اللعبة أين هو رئيس يوسفو، بمعنى لا يمكن أن تأخذوا إلا على جثتي، هذا هو الخطاب الذي يطرح تهديد للقادة الانقلاب بمعنى أيضا. وبالتالي هنا هذه نقطة مهمة كذلك. الجانب الآخر بطبيعة الحال أن كما قلت الآن الخيارات العسكرية مستبعدة جدا، لكن يجب أن ننتبه إلى شيء، الاستعمار غبي لا يفقه إلا بتكرار الدروس، وهنا شخصية عيسى أقبولة. عيسى أقبولة أسس حركة المقاومة من أجل الجمهورية. من هو عيسى أقبولة؟ هو كان أحد المقاتلين للحركة الترقية الطوارق في التسعينيات و2007، وكان وزير في الحكومة السابقة. من حرك الطوارق في هذه الفترة؟ عندما نقول المكون المجتمعي أنفانسيس للسيادة، وهذا الذي حدث في السودان ويحدث في مالي، بمعنى كيف تلعب على ورقة الهوية. ابحث عن هذه الشخصية سوف ترى. الآن عندما فشلت فرنسا في الضربة في الساعات الأولى كانت تتصور ببلاء، وأعتقد أن من المهم أن نعيد نقرأ رسالة لتقريبا 95 سيناتورا وسياسيا بعثوا إلى ماكرون بعد نهاية فرنسا أفريكا طرد فرنسا من المنطقة. الرسالة كلها تقول أننا فقدنا قوتنا وفقدنا هذه المنطقة لأننا أصبحنا غير مرغوبين فيه على المستوى الاقتصادي، على المستوى السمع، على كل المستويات. لذلك قلت طردت أو تطرد من كل الأبواب. فضل نعم. ملاحظة على كل حال، الجماعات الإرهابية والمتطرفة وحتى أزمة الأزواد وغيرها وحتى طوارق النيجر وغيرها نعم. الأيام هذه بدأوا يتحركون بشكل كثيف جدا، يعني يطرح علامة الاستفهام من يحركهم ولمصلحة من. وطبعا هم يطالبون بالخيار العسكري، بمعنى أن كل مجتمع يبعد بما فيها القوى الصديقة الجزائر والهادئة، لكن هذه القوى تتطلب الفرنسيين أن يكون التدخل العسكري نعم. في هذه المنطقة. أستاذ يوسف، يعني يتم تصوير الشعوب في الدول الإفريقية خاصة في العمق الإفريقي على أنها شعوب منفصلة تماما عن النخبة الحاكمة وعن الفعل السياسي وعن القرار وصناعة القرار السياسي، وأنها ربما شعوب تبع لكل ما تصدره النخبة الحاكمة سواء كانت عسكرية أو مدنية. هل حقيقة ربما هذه العلاقة ما بين الشعوب الإفريقية وما بين النخبة الحاكمة بهذه الصورة، أم أن الصور التي نشاهدها من احتجاجات ومن لافتات تجعلنا ندرك بأن الشعوب الإفريقية كانت ربما فقط ربما مصادر رأيها ومبعدة عن المشهد السياسي في دولها؟ الشعوب الإفريقية ليست بعيدة عن الحراك الذي الحراك العالمي الموجود، أو الحراك اليساري بين قوسين الذي يعود، أو الثوري الموجود في كل دول العالم. هذه الشعوب أنشأت سواء في غرب إفريقيا وحتى إذا قلنا الساحل، حتى على كلمة الساحل التسمية ليست هي تسميتنا، هي تسمية فرنسية يعني ليس هناك ساحل في هذه المنطقة، هي منطقة سهلة كان الأولى تسميتها بمناطق جنوب الصحراء، وهذا هو التسمية، هذه التسمية الصحيحة الموجودة هناك. ثم هناك وعي إفريقي موجود، وللأسف الشديد المستعمر القديم الجديد كون نخب تابعة إليه، نخب تتحكم في زمام الأمور وتتحكم بحيث لا تستطيع أنها إذا حاولت فقط أن لما تتابع مثلا تصريح لمحمد أسوف رئيس سابق النيجيري مع أحد القنوات العربية المشهورة حول هذه الاتفاقات المجحفة يعني في حق شعبه، تصور يعني أكثر من 90% تعود هذه الثروات إلى فرنسا، يعني اليورانيوم سابع دولة منتجة لهذا الشيء ولا تعود. قلت لك أبجديات الحياة، أعطيكم صورة بسيطة جدا.
الان في 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 حادثه وقعت لنا في الاغاثه الانسانيه في مدينه بعيده على نيامي فقط حوالي 30 كيلومتر، يعني قرى بدائيه جدا، وتم يعني ما يسمى بتحليه المياه. حينما اعطينا الماء الصافي الصالح للشرب لتلك القرويين لم يريدوا شربه، 60 سنه تعودوا على شرب الماء الملوث، فما يعرفون الماء. تصور يعني ناهيك عن الطرق، ناهيك عن المستوصفات، ناهيك عن المصحات، ناهيك عن كل هذا الشيء. وهذا الغطاء للأسف التي دخلت من خلاله القوات الفرنسية والأجنبية والأمريكية، المفروض كان دورها تنموي بالأساس. لذلك الآن التبرير الآن حينما يقال يعني رب عذر أقبح من ذنب، حينما تسمع الإعلام الفرنسي حينما يقارنون ما بين قوات فاغنر أو قوات الفرنسية، يقول لك على نحن كنا إنسانيين، كنا نقوم بالمساعدات الإنسانية ونبني بعض المستوصفات والمدارس وغيرها. يا أخي الكريم، أنت تدخلت في المنطقة بحجة القضاء على الجماعات الإرهابية، لم تكن في المنطقة الساحل وجنوب الصحراء إلا جماعتان، القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وبوكو حرام في شمال نيجيريا في بحيرة تشاد. هل تعلم أن فرنسا كثير من النخب المالية ومنطقة دفعت دفعا أن تكون إرهابية، وكان المفروض يفتح لها الباب للحوار والمصالحة. لا، غير معقول أن يكون قنصلا لدولة ثم يعود إرهابيا، هذا لأن فرنسا كانت تضغط وترفض أن يتحاور مع هؤلاء. وبالتالي أعتقد على أن مسلك الحوار، مسلك المقاربة السياسية، مسلك المقاربة الحواري هو الأنجع والأنجح في هذه المنطقة ليعوم الأمان والتنمية في ذلك. ربما تبقى تقريبا 10 دقائق من عمر البرنامج. أستاذ سيف الدين، من يمتلك الورقة الأقوى الآن، قادة الانقلاب أم تهديدات الإكواس وأيضا المناورات السياسية لحد الساعة الغربية؟ أعتقد بأن من يملك الموقف الأقوى إن صح التعبير هما قادة الانقلاب، لأن الوضع السياسي الداخلي متحكم فيه، هناك التفاف شعبي. طبعا أهم قاعدة يمكن المضي على أساسها لتحوير أو الذهاب في انقلاب أو تحول سياسي هو الشعبية والمقبولية الشعبية التي تعطي الشرعية بشكل أو بآخر. وبالتالي فأعتقد بأن اليوم المجلس العسكري يملك الأوراق، يدافع عن المصالح الاستراتيجية للنيجر. الأستاذ تكلم على نقطة جوهرية هي عدم وجود تنمية في هذه البلاد. طيلت أكثر من 63 سنة من الاستقلال، من 1900 من 3 أوت 1960 إلى يوم الناس هذا، في أرليت التي توجد فيها مناجم اليورانيوم إيموران وغيرها وكومينيات وغيرها، هذه يوجد فيها مستشفيات أو مستوصفات بالية وتظهر فيها أمراض خطيرة جدا، حتى سميت هذه المدينة أرليت بمدينة مقابر الموت. وبالتالي فأعتقد بأن الشعب النيجيري يعرف جيدا بأن فرنسا وباء خطير بالنسبة للوضع الاقتصادي والسياسي والأمني للبلاد، وهو يرفض هذا الوجود، يرفض هذا الاستغلال، يرفض هذا الاستنزاف. وأعتقد بأن المجلس العسكري أيضا وضع مقاربة استراتيجية يمكن أن تفيد الجزائر، لأن المجيء برجل لديه علاقة بالمالية والاقتصاد يمكن أن يدفع بشكل أو بآخر لمراجعة الاتفاقيات الاقتصادية مع فرنسا. يبقى الرهان هو العودة إلى المسار الدستوري بالضبط، ويعمل على وضع خطة تنموية، لأن المجلس العسكري كما تحدث في بيانه الذي أطاح من خلاله ببازوم بأن بازوم كان يروج من خلال وسائل الإعلام النيجيرية وغيرها بأن الوضع على ما يرام، ولكن هناك 24 مليون إنسان يعيشون في المرتبة 189 عالميا على مستوى، حتى تقول بأن النيجر هي أفقر دولة بالضبط على مستوى مؤشرات التنمية البشرية شرية، سواء على مستوى التعليم أو الصحة وغيرها. وبالتالي فمن غير المعقول بأن هذا البلد الشاسع والواسع والذي يمتلك تعداد سكاني كبير لا يمكن أن يحدث فيه إصلاح اقتصادي، لا يمكن أن يحدث فيه تحول اقتصادي. الجزائر رفقة المصالح النيجيرية عملت على استكشاف بئر الكفرة البترولي، ويمكن أن ينتج 100,000 برميل على في, 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 في الأفاق المستقبلية باحتياطي 400 مليون برميل. الجزائر تعمل على تطوير محطة كهربائية. هناك ربما إن صح التعبير الجزائر يجب أن تلعب على الوتر الوسيط في هذا السياق، على كل حال لأن لديها مصالح استراتيجية يمكن أن تدافع عليها، خاصة فيما يتعلق بالتنمية، بالأمن، بأنبوب الغاز الذي يمكن أن يأتي من أبوجا. طيب أستاذ سلطان، ربما في سؤال أخير، كيف تتوقع سيناريوهات الوضع الآن في النيجر؟ هل ترى له مخرجات سلمية
أم أن الأمر قد يتعقد بتدخل طرف أو آخر؟ لا 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 بد أن نقيم الإمكانيات أو الأوراق الموجودة لدى منظمة الإكواس. منظمة الإكواس كانت تلعب على ثلاث محاور أساسية: البعد الاقتصادي والبعد العسكري والبعد الشرعي المتمثل في الوفاق. يعني حرفيا لا تتفق جميع الدول أو جميع الأطراف حتى في بعدها الخارجي غير منتمية للمنظمة على التدخل العسكري. اللعبة الاقتصادية هذه لا تجدي نفعا مع أصلا في على مستوى دولي، فلم تجدي نفعا حتى حين اجتمع الغرب لأوروبا الولايات المتحدة على روسيا، ما بالك بإفريقيا؟ وكان الضيف يتحدث الآن على أنه بعض من هذه الدول كان بدون ماء بدون كهرباء. المواطن الإفريقي متأقلم مع الجوع، متأقلم مع انعدام الماء، متأقلم مع الكهرباء. انظر إلى النيجر الآن بدون كهرباء منذ بداية ولا شيء يتغير، لا زالت المظاهرات تستمر، لا زالت هناك. إذن ورقة العقوبات الاقتصادية هي تشعل. ربما أنت حتى أثرت ربما نقطة دقيقة، يعني بيان الإكواس لم يتحدث حتى في بند واحد عن مصلحة الشعب في النيجر، ولكن نقطة أخرى أيضا ربما الآن انتبهت لها إن صح التعبير، يعني نتحدث عن منظمة الإكواس وهي مجموعة في الداخل الإفريقي في غرب إفريقيا، أين الاتحاد الإفريقي من كل هذا وأي دور يمكن أن يلعبه في هذا الوقت الدقيق؟ أليس الأجدر بأن نتحدث عن أدوار الاتحاد الإفريقي، عن ربما نتحدث عن أيضا عن صناعة السلم وإفريقيا، خاصة وأن الجزائر لطالما رافعت ولا تزال عن الحلول الإفريقية الإفريقية بعيدا عن التدخلات العسكرية والأجنبية؟ يدور في فلك الإكواس التي تدور أيضا في بعدها الفرنسي. حين تكون قرارات لمنظمات دولية بحجم الاتحاد بحجم منظمة الإكواس التي ترفع شعار الاقتصاد والتنمية والنهوض بإفريقيا، ثم لا تكترف لواقع هذه الشعوب، ثم لا تكترف لهذا الشعب الذي يحتل كما أشار سيد الدين للمرتبة 189 من حيث الفقر، ثم لا تكترث لموارد هذه الدول التي في كل ثلاث منازل في فرنسا أحد هذه المنازل بطاقة النيجر، ثم يفرض هذه العقوبات. العقوبات هي في المقام الأول تستهدف تضر الشعب أكثر من ضررها على القادة العسكريين، وبالتالي هم لا يحققون حتى لا يعطون حتى صورة إيجابية لكي تؤمن الشعوب حتى بأنهم يمكن أن ينقلوهم من دائرة السوء والعوز والنكد إلى دائرة الأمان. وبالتالي نحن الآن أمام الخيار الوحيد وهو الخيار الدبلوماسي الذي سيذهب إلى سيناريو المشايخ الروحية. متاح الحل في يد الشعب النيجيري؟ نعم، مرهون بالشارع النيجيري؟ أنه كيف بإمكاننا أن نجازف حتى بأن نحدث هناك صدام بين مجموعة من الجنود تم جمعها بطرف أطراف دولية للاعتداء على شعب لا يريد حتى العودة إلى نظام سابق، وانتهت حتى شرعيته ربما من ناحية، ربما النظر إلى واقع محمد بوزوم الذي ينظر إلى عودة محمد بوزوم وعودته، فهذا يعني لا أريد أن أصفه بالساذج لأنه غير منطقي حتى أصلا وغير مقبول. بروفيسور، ربما الآن السيناريوهات المطروحة في هذا المشهد المتأزم في النيجر، وربما أيضا هذه الأحجار، أحجار الدومينو إن صح التعبير، التي تتساقط في أي اتجاه يمكن أن تؤدي بالمنطقة ككل؟ والآن يبدو تقريبا، لا أركز على احتمال واحد لكن على الأقل احتمالين أساسيين. الاحتمال الأساسي الأول هو السيناريو الاتجاهي ما حدث في بوركينا فاسو ومالي، بمعنى أنت كنت تبحث عن خارطة الطريق، هناك أجندة واضحة، بمجرد ما تقوم من انقلاب تعلن عن الحكومة الانتقالية ثم تعمل على رزنامة زمنية، بمعنى في 9 أشهر 18 شهر يمكن أن نذهب لانتخابات رئاسية ثم نعيد هندسة ما تم السخط عليه. أنت تقول هناك عامل تنموي ناقص جدا، هناك ضعف اجتماعي وغياب أمني، غياب أمني بهذا الأساس. هنا يبدو لي هذا الاحتمال سيكون ضغط كبير على النخبة الحاكمة، ضغط عندما ترى أن الميزانية تقريبا 40% مساعدات خارجية. أستاذ سيف الدين محق
مؤشر التنمية البشرية في آخر ترتيب، والنيجر تقريبا تصنف من 10 الأكثر فقرا في العالم، بمعنى تتملك موارد، وبالتالي عندما لا تمتلك موارد تحتاج حتى محيطك الجغرافي السياسي بوركينا فاسو أو في النيجر هو تعرفون ومالي، هم يعيشون تقريبا أوضاع مزرية جدا. القوى الكبرى تقريبا هي نيجيريا، نيجيريا وفوقها الجزائر. هنا المقاربة الجزائرية في تقديري يمكن أن تعطيك السيناريو الآخر، بمعنى كيف نوفر الضمانات للقادة العسكريين لإبعادهم وأن لا تكون محاكمات حتى يمكن أن نعيد الرئيس، لأن صراع الإرادات عندما تكون نخبة، وهنا تجربته السابقة رئيس عمر عبد الرحمن الحادي للانقلابيين، هو تم في 2008 وحتى فما بعدها محاكمته على أساس كان في محاولة انقلاب، وبالتالي هو في ذهنه للأسف لأن حتى الحركة المقاومة الترقية تطالب تدخل عسكري ومحاكمته، وبالتالي هنا صراع الإرادات كيف لا تقصي طرف على حساب طرف آخر، والعودة ليس بهذا السيناريو المثالي، لأن هنا المشكلة هل هذه القادة تبحث عن غطاء خارجي؟ الصين تتربص لأنها تريد الموارد الحيوية، هي موجودة بشركاتها في اليورانيوم، والفرنسيين مدركين هذا الخطر، وروسيا أيضا، روسيا موجودة لكن ليس بذلك البعبع الكبير فاغنر، وكأن فاغنر هي كل، ولو أنه حتى ربما الإدارة الأمريكية تحدثت في البداية على أنه لا مؤشرات للتدخل الروسي، لكن المشكلة الغربية أنهم لا يزال ينظرون للأفارقة بنظرة قصر، ليس يمتلكون الأهلية، يمكن أن يخلقوا توازن في علاقاتهم، وبالتالي هنا ينظرون دائما ملء الفراغ، عندما تذهب فرنسا يأتي الإرهاب، عندما يذهب الإرهاب يأتي فاغنر، عندما وكأن الأفارقة النخبة العسكرية والجامعية الذين شباب أعطوا 2000 في السابق أعطوا درس لماكرون عندما في ليون جمعهم مع شباب إفريقي يريد يعطيهم الحضارة الفرنسية، علموه درس قالوا سيد الرئيس هذه الصورة وأختم، القدر الذي يغلي بثقافتكم وسياستكم أصبح متعفنا، وأنتم في كل مرة نفس السياسات تعطونها في هذا القدر، قدركم وأنتم يجب أن تطردوا، طردوا اللغة الفرنسية، طردوا السفير الفرنسي، طردوا فرانس 24، طردوا أرافي، بمعنى كل ما يرمز لفرنسا تم طردها، وبالتالي الوعي موجود، وهذا للأسف لا يحسب في حسابات الأفارقة. أستاذ يوسف ربما لماذا أو كيف يمكن الآن للاتحاد الأفريقي المفروض لديه الآليات اللازمة ولديه كذلك حتى ربما المسارات السياسية الجاهزة إن صح التعبير من أجل حل مثل هكذا أزمات، وأيضا دعم هذا أو الالتفاف حول الموقف الجزائري ومن يدعم الموقف الجزائري بخصوص حل الأزمات إفريقيا دون التدخل خارجي؟ ربما في بدايات الانقلاب على الرئيس السابق محمد بازوم الاتحاد الأفريقي أعطى مولة أسبوعين أظن للعودة إلى الشرعية، وبعدها رأينا كذلك رئيس مفوضية الأمن والسلم السادة موسى فكي كذلك يتكلم مؤخرا على إمكانية التدخل العسكري، ولكن أعتقد أن المقاربة الجزائرية هي الأقوى في هذا، لأن تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون كانت واضحة جدا، وأنه لا تدخل عسكري، بلد تتقاسم معه قرابة 1000 كيلومتر ناهيك عن المشترك الإثني والعرقي من الطوارق والعرب وغيرهم من الإثنيات المتواجدة هناك، لا يمكن، لأن الخاص الأكبر هو لو تصور يعني كان فيه تدخل عسكري أو ضربة عسكرية تلك النزوح من الهجرة الغير الشرعية نحو الجزائر، وبالتالي كذلك فرصة لخلق جو من الجماعات الإرهابية، كان الأولى على دول إكواس إذا حقيقة تريد أن تشترك أنها تجتمع على القضاء على مناطق تحتلها الآن جماعات إرهابية، مناطق ميناكا يعني منطقة المثلث الحدود الذي ربط بوركينا ومالي والنيجر، الآن في صراع ما بين جماعة نصرة الإسلام المسلمين وجماعة تنظيم الدولة بغرب إفريقيا، تصور يعني كان المفروض هو يتحالف هؤلاء ضد قوى الشر وضد قوى الظلام متمثلة في الجماعات الإرهابية. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام على كل هذه التفاصيل، شكرا جزيلا للبروفيسور مصطفى صايج أستاذ العلوم السياسية والعلاقة الدولية على مرافقته الدائمة لنا في برنامج بتوقيت الجزائر، شكرا أيضا الجزيل ما وصول لك أستاذ يوسف مشرية، أنت رئيس مؤسسة جسور السلام الدولي وكذا رئيس السابق لرابطة علماء الساحل، ونسعد دائما باستضافتك معنا خاصة في مثل هذه الموضوع المواضيع الدقيقة جدا. أستاذ سيف الدين قداش أنت كذلك المتخصص في الاقتصاد السياسي وأيضا في الجيوبوليتيك، شكرا جزيلا على الحضور و.
تقديم كل هذه الإضافات. ونشكر ضيفنا كذلك من بريطانيا كان معنا عبر خدمة سكايب الأستاذ سلطان البان، وهو الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. بدأ مشاهدينا نأتي إلى ختام هذا العدد من برنامج بتوقيت الجزائر، بحول الله مواضيع أخرى في الأسبوع المقبل. في أمان الله.